يقف الى جانبي الكابتن صلاح الدين عقال لاعب نادي الرائد. كابتن نقول لك هارد لك، اول سؤال لماذا خسر الرائد بهذه النتيجه الكبيره؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله شوف هدف الاول جاء صراحه في اول خمس دقائق هو اللي اثر على الفريق، بس كنا كويسين صراحه، لعبنا قدام فريق كبير نادي اتحاد قدام جمهوره، يعني فريق اتحاد صعب قدام جمهوره، بس الحمد لله يعني على كل حال ما توفقنا في الفرص اللي جاتنا، هم جاهم فرص توفقوا فيها صراحه عشان كذا. كابتن اول عشر دقائق تقريبا كان هناك بعض الارتباك من خط الدفاع النادي الرائد لدرجه انه كان هناك اربع او خمس فرص من ضمنها هدف المباراه. اول شيء والله الدفاع صراحه هنيهم كانوا كويسين صراحه، احنا اللي ما ساعدناهم هجوم الوسط صراحه ما ساعدناهم، والحمد لله على كل حال فريق اتحاد يعني مو سهل، فريق كبير ويستاهل النتيجه صراحه. كابتن عرفت انا صلاح الدين عقال يلعب تحت المهاجمين، اليوم شاهدناك مهاجم صريح راس حربه. والله اختيار مدرب يعني ما اقدر اقول لها، تعرف انا لاعب محترف اي مكان حطني انا احب العب تحت المهاجم، بس يعني هو اختار اليوم بما يكون مهاجم ممكن هذه تكتيك المدرب يعني لازم نحترمه ونقدره. شكرا شكرا صلاح الدين عقال.